المؤشرات الوبائية لمرض السرطان في المغرب هي جد مقلقة، رغم كل المجهودات المبذولة من طرف الدولة في مجال الوقاية والعلاج، ولا حتى الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال. فعلى حسب آخر تصريح ديال المسؤول في وزارة الصحة اللي كان قال بأن 50,000 حالة جديدة سنويا يتم اكتشافها، ونسبة الفتك تصل أو تفوق 68%. مثلا في سنة 2000 كان مرض السرطان كيحتل المرتبة السابعة، وفي سنة 2016 يحتل المرتبة الرابعة، وفي السنوات الأخيرة أصبح مرض السرطان يحتل المرتبة الثانية بعد أمراض القلب والشرايين. في الجمعية المغربية لمرضى السرطان الحالات كيتوفدوا على المقر ديالنا يوميا بأعداد خيالية، فقربنا نوصلوا ل 500 حالة. كتضم هاد الحالات مرضى رجال، وسواء رجال ولا نساء ولا أطفال. للأسف ما غنقدروش نعاونوا كل شيء بالدواء، ما غنقدروش نعاونوا كل شيء ماديا، ولكن كنحاولوا نديروا ما بإمكاننا حسب الإمكانيات المتوفرة للجمعية. كل ما يتعلق بالدعم النفسي والمواكبة والمصاحبة وتوجيه الإرشاد، فهذا كنقوموا به لأي مريض سرطان كيدق باب الجمعية إلا وكنكون واقفين معاه. الجمعية كتوفر التنقل للناس اللي كيمشيو لمدينة مراكش ولا كيمشيو لمدينة كازا ولا مدينة جديدة، فكتوفر لهم التنقل مجانا. الجمعية أحدثنا واحد الفولي آخر هو التمكين السوسيو اقتصادي لمريضة السرطان، فخدامين على هذا المشروع، واكيد غيكون ليه واحد النفع كبير على مرضى السرطان، على مريض السرطان وعلى العائله ديالهم. وحاجه اخرى غنبغي نشير لها هو ان مرضى السرطان حاليا ولا عندهم واحد الضغط نفسي كبير ناتج على داك التحول من رماد للامو. فاغلبيه المرضى اللي كانوا كيتابعوا العلاج ديالهم جات واحد المرحله انهم قطعوا عليهم الدواء، تيقولوا لهم المؤشر ديالكم طالع، فهذا كيعني بانهم خاصهم يتوقفوا على الدواء. وانتم عارفين ان مريض السرطان ما خاصوش يتراجع ولا يتوقف على الدواء كيف ما كان الحال. هادو من بين المشاكل اللي كيعانوا منهم مرضى السرطان حاليا، واللي ما لقيناش لهم حنا حل كجمعية. فكنحاولوا ناشدوا من خلال هذا المنبر الناس المسؤولين باش يعطوا أولوية لهاد الناس، لان كنلعبوا ضد الوقت. يحاولوا يشوفوا ولا يغيروا من المعايير الانتقاء اللي كيخلوا هاد المؤشرات يطلعوا. فلقينا حالات عندنا نيت في الجمعية انهم حبسوا عليهم لامو بسبب ان المؤشر طالع، ومني كنمشيو كنبحثوا تلقاو ان هاد الناس لا علاقه بداك الشيء اللي ديكلاراو عندهم. بخصوص سبل قضاء هذا المرض، فمستحيل اننا نقضوا على مرض السرطان، ولكن الحاجه اللي غنقدروا نديرو هو اننا نحاولوا نلقاو في المراحل الاوليه ديالو. هذا هو الدور ديال الجمعيات والدور تاع وزاره الصحه. مادام اننا ما قادرينش نلقاو واحد الحل ناجح باش هذا المرض ما يبقاش في البلاد، وانما غنحاولوا اننا نقلبوا على هذا المرض، نحاولوا نلقاو في المراحل الاوليه ديالو. راه كيف كيعرف الجميع ان لقيتي السرطان في البدايه ماشي ولا لقيتي هو منتشر. السرطان في البدايه ديالو كيكون سرطان غير مكلف شيئا ما، وكتكون نسبه الشفاء مرتفعه. فالجمعيه المغربيه اضافه الى العديد من الجمعيات المتواجده بالمغرب كنحاولوا نلقاو حلول استباقيه، حلول وقائيه، حلول تنبؤيه، باش يعني على الاقل نلقاو هذا المرض قبل. Caprio.